ربنا يخليك. وموضوع مهم عايزين نتكلم معاك في كل تفاصيله طبعا، لقائي الذهاب والاياب. تعالى نبتدي الاول بالذهاب، وخصوصا ان في تفصيله كده يعني ايه ممكن تاخد الاجواء في حته مختلفه. فكره عدم وجود جماهير، الى اي درجه هذا الامر ممكن يكون مؤثر بالسلب على المنافس وعنصر قوه بالنسبه لنا؟ وطبعا المباراه مهمه جدا، والمباراه الاولى بالذات يعني برضو الحمد لله ان هي ايه خارج ملعبنا. النادي الاهلي عامل استعداد جيد جدا للمباراه دي، ومركز تركيز عالي، لان دي ان شاء الله تخلص المباراتين دول باذن الله تلعب نهائي. طبعا نبتدي الاول بعدم وجود جماهير بالنسبه للترجي. طبعا المباراه دي بتبقى 50-50، الجمهور بيبقى فيه نسبه 25% زياده. طبعا. بيدي باور وبيدي افانتاج لصاحب الارض. طبعا. وبقى حافز كويس جدا جدا لاي فريق. فعدم وجود الجمهور ان شاء الله دي تبقى في صالحنا، ما يبقاش فيه ضغوطات برضو كبيره، رغم ان النادي الاهلي متعود بيلعب تحت ضغط جماهيري بخبره لعيبته وخبره المنافسات كتير والاستحقاقات اللي بيخشها في افريقيا او في اي بطولات. لعيبه الاهلي متعودين على كده، بس برضو بيدي ارتياحيه للجهاز الفني او اللعيبه ان عدم وجود الجماهير دي بتبقى بتدي برضو حماس اكتر لفريق نادي الترجي. فدي طبعا ان شاء الله باذن الله يبقى عامل مؤثر يكون في صالحنا ان شاء الله، في صالح في النادي الاهلي. نيجي للمباراه فنيا، المباراه النادي الاهلي الحمد لله اكثر جهوزيه ومستعد للمباراه، استعداد جيد جدا الحمد لله. زي ما شفنا الفتره اللي فاتت خدنا بطوله السوبر، يعني في ارتياحيه عند الجهاز الفني وفي استقرار. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي مستعده، استعداد جيد، وكلهم في فورم عاليه جدا. الناس اللي اشتركت في البطوله في ماتش السوبر وحتى قبل كده في مباراه الرجاء. المدير الفني مستر كولر حاطط طبعا في حساباته المباراه الاولى ان نطلع بنتيجه ايجابيه بحيث ان هي تساعدنا في مباراه الاياب. فاكيد الاهلي مركز تركيز عالي جدا جدا، وداخل عارف قيمه برضه وحجم الترجي. الترجي عنده باع طويل في البطولات الافريقيه طبعًا. وعنده خبرات كبيره طبعًا. سواء برضه حته الجمهور موجود او مش الجمهور، او الحاله اللي هو ظهر بيها في الدوري التونسي. انا على ما اعتقد كان خسر من الصفاقس الفتره اللي فاتت، بس البطوله دي مختلفه عن المشاركات المحليه. فاكيد المباراه تبقى مهمه جدا، وان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله.